السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكل أخواتي وأحبابي، يا رب ما يحرمنا من طلتكم علينا أبدا، اللهم أمين يا رب العالمين. الصلاة والطاقة زي ما مكتوب كده في عنوان الفيديو. خلي بالك بقى، أو خلي بالك يا أختي، هتفرق معاك لما تصلي بوعي الطاقة الفرض اللي عليك او بالصلاة العادية اللي احنا عايشين بيها. يعني في فرق راحة نفسية بمنظور الطاقة، وانا بصلي وانا واعي ان انا عندي طاقة. لا، في فرق بجد. وانا عايزك النهاردة من اخ ليك، نصيحة ليك، يعني بما انك يعني ان كنت مشترك عندي هنا في القناة او متابع، او يعني الفيديو جه قدامك بالصدفة، عايزك يعني اقبل النصيح دي من اخوك. وعشان كده بقول لك، لو انت سمعت معلومات الطاقة مني او من اي حد، فصدقني بقول لك ما تضيعش الفرصة من ايدك، لان علم الطاقة هيفرق معاك. لما افهم زي ما قلتها قبل كده، الهالة بتاعتي، الطاقة بتاعتي اللي جاية لي من ربنا سبحانه وتعالى، اللي بتحركني على مدار ايامي كلها، هتفرق معايا. تعال بقى انا اقول لك النهارده عشان ما اطولش عليكم نصيحه في الصلاه، وايه الاستفاده اللي هتعود عليك لما تصلي وانت بوعي الطاقه. وهقول لك فوائد الوضوء، وهقول لك فوائد اول ما بتبدا في الصلاه وبتقول الله اكبر. وهذكرك بحديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم، هو ليه كان بيطول في الصلاة. وعلى فكرة الفيديو ده انا قلته قبل كده، بس ما تعمقناش فيه اكتر زي اللي هنقوله النهاردة ان شاء الله يعني، وبرضه مش هطول عليك. نصيحي، اول حاجة لازم الوضوء كل صلاة. انت التزم الوضوء كل صلاة. طالما بتسمعني والسؤال ده جاني قبل كده، اعمل ايه؟ الشيطان بيجيني ويوسوس لي عند ما اجي اقضي الفرض اللي علي. هو كده كده بيجي للكل، بس هتفرق معاك بنسبه 100% لو صليت قضيت الفرض اللي عليك بوعي الطاقه، خلاف العاديه يعني الصلاه اللي احنا متعودين عليها. وان شاء الله لو فهمت يعني لو تقبلت المعلومات دي وطبقتها في حياتك، بإذن الله هتحس نتائج من أول تطبيقك في الصلاة بطريقة وعي الطاقة. أول حاجة قلنا الوضوء، وده شيء مهم جدا، لأن الوضوء بيطهر كل المراكز، بيطهر كل طاقة الجسم، بيطهر الهالة كلها. الوضوء عند كل صلاة، دي أول حاجة. الحاجة التانية، وانت بتقول الله أكبر، خليك عارف بوعي الطاقة وانت بتقول الله أكبر، ان رفعة الإيد دي وانت بتعملها كده وبتقول الله أكبر وبتعترف ان الله أكبر، من كل أمور حياتك الدنيوية، من كل هموم حياتك. فخليك عارف رفعة الإيد دي كده هترمي الحمول كلها اللي مضايقك في حياتك وتعباك ورا ظهرك، ده وانت بتصلي وواعي بطاقتك. رقم ثلاثة، وانت ساجد بتقول سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، وانت عامل عملية الظهر كده، والمعلومة دي قلت لكم قبل كده. فانت مركز الظهر، اخر فقرة من الظهر اللي احنا بنقول عليها مركز الجزر، شاكرا الجزر، فالشاكرا دي بتشحن من ربك سبحانه وتعالى وبتنضف. فانت لما تطول وانت بتقول سبحان ربي العظيم، فخليك واعي من علم الطاقة انك بتنضف وبتشحن في الصلاة الحقيقية بالطاقة اللي احنا بنتكلم عليها من ربك سبحانه وتعالى. ده اخر فكرة في الظهر، احنا بنمثل قدامكم اهو. اما الحوض، شاكرا الحوض وشاكرا السرة، فبيشحنوا برضو وانت ساجد.
والأرض بتمص الطاقة السلبية منهم، من فوق ومن تحت. ده وانت بتقول سبحان ربي العظيم، ده الصلاة بوعي الطاقة. ولما ارفع يعني دماغي كده واستقيم واقول سمع الله لمن حمده، فربك سبحانه وتعالى بيقول للملائكة حمدني عبدي. وطبعا بقيت الترتيب في سورة الفاتحة. لما اسجد على الارض واقول سبحان ربي الاعلى، فانا بشحن مركز التاج، وبشحن الجبهة، وبشحن الحلق، وبشحن القلب، وبشحن المعدة اللي هي الزفيرة الشمسية. وانا ساجد على الارض وبقول سبحان ربي الاعلى، واسأل نفسك هو الرسول عليه الصلاة والسلام كان ليه بيطول في السجدات وهو ساجد على الارض او هو مميل؟ ليه كان بيطول؟ اليس في حديث عن النبي يثبت ذلك؟ اهو ده دليل على الطاقة، ان كان بيشحن كل جسمه في السجود، بيشحن كل المراكز. الرسول صلى الله عليه وسلم اللهم صلي وسلم وبارك عليه كان قرآنا بيمشي على الأرض، جسمه كله كان منور، الهالة بتاعته كانت منورة، تخيلوا. وده دليل على الهالة والطاقة اللي احنا بنقولها في كل فيديوهاتنا. فصيك تماما بقى لما انت تصلي، للسؤال اخويا اللي كان بيقول قبل كده الشيطان بيجيني وتعبني، صيك تماما لما انت تصلي بوعي الطاقة بالطريقة دي وتشحن المراكز دي. انت هنا يا جميل بتخرج الشيطان برضو من المراكز دي كلها، ما انا بشحنها لما اكون انا بصلي واعي وبطول، وانا ساجد وبطول عند السجود، فانا كده واعي بقى بطاقتي، فاعرف تماما انك بتشحن وبتخرج الطاقة السلبية. والأرض، الأرض عشان مسخرة ليك بتمص منك الطاقات السلبية كلها، المشاعر السلبية اللي في جسمك أثناء الصلاة. لما تعملها بالترتيب ده، لما حافظ على صلاتي عند الأذان يقول الله أكبر، وأنا أسيب اللي في إيدي وأقوم أجري على الصلاة وأتوضأ وأصلي وبوعي بقى الطاقة اللي احنا بنتكلم فيها دي، فصيك تماما ان انت بعد فترة بسيطة جدا شوشو مش هيلاقي لك مدخل، لانك حصنت جسمك كله. وانصحك او انصحك من اخ ليكم، وطبعا لكم كامل الحرية في الكلام اللي سمعتوه مني تطبقوه او ما تطبقوش، انصحك بالدعاء ده، ما تسيبوش. اللهم أرني الحق حقا وارزقني اتباعه، وأرني الباطل باطلا وارزقني اجتنابه، وانت ساجد على الأرض. بعد ما تقول سبحان ربي الأعلى، النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال لك إن سألت الله فاسأله الفردوس الأعلى، هو عنده أكتر من اللي في خيالك. دايما تقول كده، اللهم ارزقني الخير كله عاجله غير آجله. طالب علم ادعي بالعلم، طول في السجود ده لمصلحتك او لمصلحتك، طول. الصلاة اهم حاجة هتنجحها الصلاة دي، ولانها بتطهر الطاقة بقى والجسم وكل خلايا الجسم، هتنجحك في رحلتك الارضية. انتبه للكلام اللي بيتقال لك، فما تخليش الشيطان يجي لك عند الصلاه ويخليك تجيبهم في دقيقه او في دقيقتين. انا شفت بعيني ناس بتعمل كده. طول، مراكز جسمك كلها بتشحن. ولما انت تبقى تكون واعي باللي احنا بنقوله ده، دعائك هتشوفه في فرص، افكار تجيلك، والافكار دي تحول لرزق يسعدك ويسعد أولادك في الدنيا.
طول في الصلاة، ما تستعجلش، ما تعملش زي بعض البشرية، أنا صليت صليت نعم ارتحت نفسيا، لا والله ده أنا عندي اكتئاب. إزاي مال صليت إزاي مال صليت إزاي؟ فأنا برد على أخويا اللي كان بيقول لي التزم باللي انت سمعت في الفيديو ده، لو كان الفيديو جوه قدامك او اي حد عنده الاجابة دي، التزم بالوضوء، طول في السجود، ادعي كما تشاء زي ما انت عايز، دايما تدعي لنفسك بالهداية الى الصراط المستقيم الخاص بيك، اللهم اهدني الى صراطك المستقيم، اللهم ارني الحق حقا وارزقني اتباعه، وأرني الباطل باطلا وارزقني اجتنابه. الدعوات دي كلها هتفتح، هتفكك المخ، هتشغل برامج سعادة عندك. لو انت المعلومات دي ما عدتش عليك قبل كده فالله يسامحك، ده الله يسامحك دي من اخ، مش بقولها حاجة عيب يعني، اللي بينقل لك المعلومات دي مش شيخ ولا حاجة، انا اخوك وقلت لك قبل كده اوعى تحط لي اي اسم، لانك ممكن تحط لي اسم شيخ عند ربنا في الاخر ما بقاش شيخ، لك كامل الحريه في اللي بتسمعه. ممكن تحط لي دكتور عند ربنا في الاخر ما بقاش دكتور، وانت الخسران، انت بتسمع فلك كامل الحريه في اللي بتسمعه مني. عايزك بقى تلتزم بكل المعلومات اللي سمعتها مني في الفيديو ده، وشوف الفرق اللي هيحصل في حياتك. ربنا يبارك فيكم، ومش هطول عليكم اكتر من كده، ونسال الله لنا ولكم الراحه والسعاده في الدنيا وفي الآخرة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع السلامة يا أحلى أخوات.